بعد 3 أيام بيبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية اللي هتبدأ يوم الجمعة 16 مارس 2018 لمدة 3 أيام. المعروف أن الانتخابات ستجرى على مستوى 134 دولة بتضم 139 لجنة انتخابية، وتجرى عملية الانتخاب في مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وبيشرف على عملية الاقتراع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. لمزيد من التفاصيل حول استعداد يعني المصريين بالخارج لإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، معايا حاليا على الهواء مباشرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ست الوزيرة مساء الخير وشكرا للمشاركة. طبعا مساء النور يا استاذ معتز، اهلا بحضرتك. يا ترى تقدري تقولي لنا ايه في ملف الاستعداد للانتخابات المصريه بالخارج؟ انا بتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء قمت بجوله لحشد المصريين في الخارج للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه المقبله. انا خلصت هذه الجوله امبارح بالليل، رجعت من كندا. حضرتك عارف انه الصمت الانتخابي 14 و15 شهر الجاري، وبالتالي ما ينفعش ان انا الف في هذا الوقت، فبتنتهي مهمتي بامبارح. انا عملت كندا واستراليا والسعوديه، الرياض وجده والكويت والاردن وامريكا وفرنسا وانجلترا وايطاليا. تمام. الحقيقه كل شريحه بتكلم معاها طبعا من مختلفة ومن منظور مختلف، إنما حرصت يكون معايا فيلم حكاية وطن، اللي حرصت أيضا أنه يكون مترجم باللغة الإنجليزية لأبناء الجيل الثاني والثالث. وبعد عرض فيلم حكاية وطن اللي أنا بعتبره كبسولة وطنية بتضم كل الأحداث اللي حصلت في مصر من تحديات ومن إنجازات حصلت على أرض الواقع، ببتدي أتكلم مع المصريين في الخارج، بقول لهم أنه هم ما عادوش سفراء لمصر في الخارج، ولكن هم من الآن أصبحوا جنود للدولة في الخارج، بيحاربوا عن هذه الدولة زي ما احنا بنحارب ضد الإرهاب. أي. مشاركتهم في هذه الانتخابات جزء من الحرب اللي احنا فيها، وهو حق ديمقراطي هم انتزعوه من الدولة. حضرتك عارف انه قبل كده ما كانش يحق للمصريين في الخارج الإدلاء بأصواتهم، انما طالما انتزعوا هذا الحق لابد ايضا ان هم يمارسوه. المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حماية للدولة المصرية، وبالتالي لما ينزل المواطن عشان يشارك في هذه الانتخابات هو بيعرف تماما ان اللي بيعمله ده هو زي ما أنا قلت في البداية حق ديمقراطي انتخابي وحق وطني وواجب وطني، لابد أن كل واحد يبدأ في الالتزام بهذا الحق. سيادة الوزيرة، الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج بتمثل قد إيه بالنسبة لجموع الناخبين؟ احنا طبعا طبقا لتسجيلات عندنا احنا حوالي 10 مليون مواطن مصري في الخارج، انما طبعا حضرتك عارف دول المسجلين، الاكثر من ذلك احنا ممكن نوصل ل 12 ويمكن 13 مليون مصري في الخارج. انما كل سفارة وكل قنصلية الحقيقة بتعمل شغلها فيما يتعلق بالاستعداد لهذه الانتخابات. الكتلة التصويتية أكبر كتلة تصويتية في المملكة العربية السعودية، لأنه دي أكبر تجمع للمصريين في الخارج. طبعا مش عايزين نغفل أستراليا وكندا، هذه الدول البعيدة، إنما عايز أقول لحضرتك ولاء وانتماء المصري في الخارج لدولته أكثر بكثير يمكن من المصري في الخارج، لأنه هو بيحس بالغربة والحنين إلى الوطن والخوف على الوطن وحتى الغيرة على الوطن. طبعا فلما بكلمهم في الخارج بقول لهم إنه مشاركته في هذه الانتخابات هي رسالة للمواطن المصري في الداخل، وأيضا رسالة إلى الدولة المضيفة انه الرد على كل الاخبار السلبية عن الدولة، وانه لابد انه هو يثبت لهذه الدولة المضيفة انه هو حتى لو هو مصري في الخارج انما هو مشارك في صنع القرار السياسي في الدولة. طبعا، وبكده بتربطي المصري العايش بالخارج بالمشهد الداخلي ايا كان هذا المشهد، انه مشارك وان صوته له قيمة وانه الدولة بتنظر اليه بعين الاعتبار، مش نسيته خلاص يعني او شيء من هذا القبيل. اعتقد هي دي الرسالة وهو ده المهمة اللي حضرتك قمت بيها في كل هذه البلدان.
الحقيقة مش بس ان انا بكلمه على الانتخابات يا استاذ معتز، بتبقى فرصة ان انا ارد على كل الاستفسارات اللي المصريين يمكن في الخارج ما عندناش مادة اعلامية موجهة ليهم في الخارج، فهو بياخد معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي اللي عادة ما بتكون سلبية او خاطئة. مهمتي غير ان انا احشده لهذه الانتخابات ان انا ارد على كل الاستفسارات وكل التساؤلات واخد حتى منه افكار ابتدي ان انا اشتغل عليها في مصر. انما بحرص ايضا انه انا لما بكون هناك احلله كمان طالما انا موجودة مشكلة من مشاكله. على سبيل المثال في ايطاليا انا اسفة في مشكلة عندهم وهي رخص القيادة المصرية. المصري لما يكون عايز يحصل على رخصة قيادة ايطالية لابد ان هو يدفع ما يقارب 1000 يورو عشان يعمل الامتحان القيادة، وعادة ما بينجحش. يعني بالتواصل مع معالي وزير الداخلية استحقت معايا خاصة في زيارتي لإيطاليا عدد من طبعا ممثلين عن وزارة الداخلية، وقمت باتصالاتي مع وزارة النقل الإيطالية وسلمناهم كل الاستفسارات فيما يتعلق بطلباتهم للمضي في اتفاقية معادلة الرخص الإيطالية بالرخص المصرية. تمام، ده مجهود رائع وبنحيي حضرتك عليه، والحمد لله على سلامة حضرتك وكل التمنيات الطيبة بالتوفيق وبأداء المهم على أكمل وجه. وبنشكرك على قبولك الدعوة للحوار معنا عبر الاتصال الهاتفي. شكرا للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. الحقيقة يعني الحكومة بتاعتنا لما يعني بتكلف الوزيرة نبيلة مكرم انها تروح تتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، ده في حد ذاته الحقيقة بيشعرهم بالصلة مع الوطن ومع الداخل، وبيربطهم بالوطن بشكل اكبر، وبتذلل لهم بعض العقبات زي موضوع نموذج رخص القيادة اللي لسه الوزيرة قايلهولي في ايطاليا. بيبقى ليهم مشاكل لا حصر لها، وبيبقى محتاجين دايما لصوت يسمعهم ويقرب جسور التواصل بينهم وبين الوضع في الداخل، علشان يعني لا يشعروا بان هم عشان اتغربوا لظروف، يعني كل واحد له الظرف بتاعه، يعني واحد رايح عشان الظروف الاقتصادية وفرص العمل، واحد حابب الحياة في دول المهجر، واحد رايح يعالج ولاده او يتعالج هو نفسه فاضطر ان هو يقيم هناك. يعني ما تقدرش تعرف الظروف ايه بالظبط، زي كل دول العالم بيبقى يعني في عدد كبير من مواطنيها بتعيش في دول المهجر. انا بتكلم بالذات على الولايات المتحده ودول المهجر اللي زي استراليا وزي طبعا بعض الدول الاوروبيه. وبالتالي احنا بنتمنى لوزيره الهجره كل توفيق في مهمتها، وبنتمنى للجاليات المصريه المقيمه في الخارج كل التوفيق والنجاح، لانها زي ما هي قالت هم جنود بالنسبه لمصر في الخارج.